غادي نبداو على بركة الله. أول مرحلة وغادي نبدا بتحضير الكيكة. غادي نحتاج فيها ياغورت بالشوكولات، فيه هاد ياغورت 90 غرام. هاد الكاس ديال الياغورت غادي نعبر به جميع المقادير اللي عندي. عندي 4 معالق كبار ديال القهوة معصرة، كاس إلا ربع ديال الزيت، كاس ديال كوك أو جوز الهند محمر، جوج كيسان ديال السكر سنيدة، 5 ديال البيضات صغار، إلا كانوا كبار كديروا 4، 3 الكيسان ديال الدقيق، عبصة ديال الملحة. غادي نحتاج كذلك 3 صاشيات ديال خميرة الحلوى، كل واحدة فيها 8 غرام، وصاشية ديال الكاكاو. إلا كان عندكم ديال العبارة ديروا معلقة كبيرة. صافي، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. دابا غادي ندوزو في طريقة التحضير. غادي ناخد الخلاط الكهربائي، غادي نهرس فيه 5 ديال البيضات صغار أو 4 كبار، كنضيف عبصة ديال الملحة، سكر سنيدة، جوج كيسان العبار دائما بكاس ديال الياغورت فيه 90 غرام، قهوة سريعة الذوبان دوبتها في الماء الطيب او قهوة معصرة. غادي نخلط كل شيء مزيان. من بعد كنضيف الزيت، كاس الا ربع ياغورت ديال الشوكولات، كنضيف جوز الهند او الكوك محمر كاس. غادي نطحن مره اخرى مزيان، ودابا كنضيف الدقيق او الخمارات والكاكاو للدقيق. كنخلطهم شويه، وكنبدا نضيفهم مره مره الخليط اللي وجدنا من قبل، حتى كنكملوا الخليط اللي عندنا كامل ديال الدقيق مع الخمارات والكاكاو. من بعد ما طحن الخليط ديالنا مزيان، كناخذوا المول اللي غادي ندخلوه للفران، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي نخوي فيه الخليط ديالنا. صافي، دابا غادي ندخلها للفران. كيف متعودين عليا انا كنطيب دائما كيكه ديالي في الفران بارد، يعني ما كنسخنوش من قبل. درجه الحراره 180 درجه، كنشعل ليه في الاول من التحت حتى كطيب لينا كيكه، ونتاكدوا انها طابت، وكنشعلوا ليه من الفوق غير باش تشد ليه الوجه ديالها يتحمر شويه. صافي، وكنخرجوها. دابا من بعد ما طابت الكيكه ديالنا، كيف كتشوفوا راه كتجي منفوخه، غادي نخليها على جنب باش تبرد، وندوزو نوجدو الكريمه اللي غادي ندهن بها هاد الكيكه. غادي نحتاج فيها 3 المعالق كبار ديال كريمه باتيسير، عندي 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الزبده، ربع اترو ديال الحليب، عندي 80 غرام ديال الشوكولاته كحل، تقريبا 12 قطعه ديال الشوكولات بحال هادو، وعندي 1 4 معالق كبار ديال الكوك او جوز الهند محمر. دابا كنبدا بالكريم باتيسير هو الاول. غادي ندير 4 اترو ديال الحليب مع 3 المعالق كبار ديال كريم باتيسير، كنزيد عليهم 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، وغادي نخلط مزيان ونديرهم فوق البوطه حتى كيعادوا. دابا من بعد ما وجدت الكريم باتيسير ديالنا كيف كتشوفوا، غادي نضيف لها الشوكولاط، غادي ندوبو في السخونيه ديال الكريم باتيسير، وغادي نزيد 1 معلقه كبيره ديال الزبده،
كنخلط مزيان حتى كيدوب الزبده والشوكولاط كيدوب في الكريم باتيسيير. دابا بعد ما ذاب الشوكولاط والزبده غادي نضيف الكوك او جوز الهند محمر ونخلط مزيان. كيولي على هذا الشكل غادي نخليه على جنب وندوز نقطع الكيكه ديالنا من بعد ما بردات. غادي نقطعها على النص غادي نحطها في شي بلاصه. كناخذ شويه من الكريمه ديالنا نسرحها فوق الكيكه وكنخلي شويه من هذه الكريمه باش ندوزها في الجناب باش نلصقوا بها الكوك في الجناب كتزيين. كنحط النصف الاخر كناخذ الكريمه وكندوزها في الجناب بهذه الطريقه دابا بعد ما دوزت الكريمه على الجناب ديال الكيكه كاملين كناخذ الكوك محمر كنزيد عليه شويه الكوك يعني ما محمرش خضر كنخلطهم وكنزين بهم الجناب. دابا من بعد ما كملت الكيكه ديالي في التزيين ديال الكوك كناخذ باش نزين ليها الوجه ديالها غادي ناخذ تقريبا 80 غرام ديال الشوكولاط كحل 12 قطعه وياغورت ديال الشوكولاط. غادي ناخذ ياغورت نسخنو وندوب فيه الشوكولاط. دابا من بعد ما ذوبت الياغورت ديال الشوكولاط مع الشوكولاط غادي نزين به الوجه ديال هاد الكيكه. دابا من بعد ما دهنتها بالوجه ديالها غادي ناخذ شويه ديال الكوك ندوزو سطير هكا باش نخبي هاد الشوكولاط. ممكن تستعملوا هاد الطبقه قبل ما تزينوا بالكوك في الجناب. بعد ما كملتها كامله من الجناب غادي ناخذ حليب مركز محلى هادي غير كتزين ممكن تخليوها بحال هكا كيف ممكن تزينو بالشوكولاط ابيض. سخنت شويه الحليب مركز المحلى وغادي ندير النقط بشكل عشوائي صافي. دابا كناخذ موس وكنزين بشكل عشوائي كنخربق تخربيقه صافي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا كيف كتشوفوا كتجي زوينه بزاف وكتجي كذلك لذيذه. كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد. هذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما زينتها كيف كتشوفوا معايا كتجي معلكه وكتجي لذيذه بزاف. كنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه طبخ ليلى. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم كيكه اللي سهله بزاف وفي نفس الوقت لذيذه ومعلكه. كنتمنى انها تنال اعجابكم.